تشبه الصين قبل 20 عاما، لهذا ستشهد إفريقيا مستقبلا واعدا. لطالما ارتبطت الصورة الذهنية لإفريقيا لدى الكثيرين بالفقر والجوع والجهل، لكنها اليوم تشهد مؤشرات تنموية واعدة تجعلها تشبه ما كانت عليه الصين منذ 20 عاما، بحسب ما قال جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا الصينية ونشره موقع مجلة جون أفريك، وأشاد فيه بالأجواء المهيئة للاستثمار والنمو التي لمسها بنفسه خلال زياراته إلى عدة دول في القارة، من بينها كينيا ورواندا، والتي تبشر بأن مستقبل إفريقيا سيكون واعدا. هناك أيضا وزير التنمية الألماني جيرد مولر، الذي نادى قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا قائلا: هيا بنا إلى إفريقيا، هناك أسواق المستقبل. ليكشف بذلك بعض التغيير الذي طرأ على نظرة القوى العالمية تجاه إفريقيا التي تكافح للتخلص من آثار الاستعمار والانطلاق إلى حقبة جديدة من التنمية والنهوض. وفي ظل تحول إفريقيا من قارة التهديدات إلى قارة الفرص، لم يعد الاهتمام بإفريقيا يقتصر على الصين وألمانيا فقط، بل أصبحت ساحة لتنافس القوى العالمية التي ترى بعين الأرقام والإحصائيات مستقبلا اقتصاديا واعدا للقارة السمراء. وثمة تنافس اقتصادي واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا والهند وإسرائيل وحتى اليابان ودول خليجية للفوز بنصيب من الكعكة الإفريقية. وفي هذا الإطار أطلقت دول المجموعة العشرين مبادرة معاهدة مع إفريقيا، The Compact with Africa، سعيا منها لاستغلال موارد القارة وخاماتها الطبيعية المؤهلة ومواردها البشرية الكبيرة. الحديث عن القارة الإفريقية بوصفها صورة للفقر والصراع هو حديث لم يعد واقعيا أو معبرا عن الصورة الكاملة. هذا ما ذهب إليه تقرير رؤية للقارة الإفريقية في المستقبل، خرائط التغيير، التحولات والمسارات نحو 2030. هذا التقرير الصادر عن المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية، والذي وصفها بأنها القارة الصاعدة، واستشرف التقرير مستقبل إفريقيا عبر بعض المؤشرات الهامة، مثل معدلات النمو. أولا، في الفترة بين سنتي 2000 وحتى 2014، حققت بلدان القارة الإفريقية نموا اقتصاديا بمعدل غير مسبوق بلغ 5%، وشمل عددا كبيرا من بلدان القارة وتنويعات مختلفة من القطاعات الاقتصادية. كما توجد 7 دول إفريقية من بين أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم، وتتجه القارة بشكل متزايد نحو الأضواء العالمية كوجهة استثمارية واعدة، على الرغم من المخاطر المسبقة للاستثمار في الأوقات المضطربة. ويشير تقرير المعهد الإيطالي لدراسات السياسات الدولية إلى أن 10 دول من القارة الإفريقية ضمن 20 دولة حول العالم من المتوقع أن يحقق اقتصادها أعلى معدلات نمو خلال الفترة بين 2018 وحتى 2022، ومن أبرز تلك الدول إثيوبيا وكوت ديفوار وغانا. أبرز مثال على التغيير الاقتصادي في إفريقيا هناك رواندا، التي كانت معروفة بالإبادة الجماعية المأساوية وأصبحت معروفة الآن كنموذج للاقتصاد والنمو الاقتصادي. كما وقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام هذا العام لإنهاء عقدين من الحرب والعداء. من المؤشرات المهمة على مستقبل إفريقيا أيضا زيادة الموارد البشرية. تأتي الموارد البشرية الكبيرة أيضا على رأس المؤشرات المبشرة بمستقبل أفضل للتنمية الإفريقية، إذ تضاعف عدد الأفارقة من 229 مليون نسمة سنة 1950 إلى حوالي 1.2 مليار نسمة اليوم، في ظل الانخفاض الحاد في معدل وفيات الأطفال وارتفاع معدلات الخصوبة بمتوسط 7.6 طفل لكل امرأة، وهو أعلى معدل خصوبة في العالم. كما كان هناك انخفاض كبير في وفيات الأمهات والأطفال، وانخفض معدل الإصابة بسوء التغذية المزمن بين الأطفال دون سن 5 بمقدار 10 نقاط مئوية تقريبا مقارنة بسنة 1995. وفي الوقت الذي تتراجع فيه أعداد الشباب والأطفال الأوروبيين ويترسخ مصطلح القارة العجوز على أوروبا، توقع التقرير الذي ساهم في كتابته عدد من الباحثين المتخصصين في الشأن الأفريقي أنه بحلول سنة 2050 سيظل متوسط عمر السكان الأفارقة دون 25، ما يعني حاجتهم الماسة إلى مزيد من الطاقة والموارد وفرص العمل.
وذلك في ظل توقعات بتضاعف عدد سكان القارة السمراء بشكل عام إلى 2.5 مليار نسمة بحلول سنة 2050. وسيكون هناك واحد من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من بين كل 4 أشخاص في العالم، وهو ما يجعل من القارة مصدرا للموارد البشرية وسوقا استهلاكية كبيرة في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور أيضا. وهذا يعني أن إفريقيا ستشكل وحدها نحو 65% من معدل النمو السكاني العالمي خلال العقود الثلاثة القادمة، وتتصدر بعض الدول مؤشرات الزيادة السكانية مثل الكونغو وتنزانيا وبوركينا فاسو، مصر، نيجيريا وإثيوبيا. من المؤشرات المهمة المقروءة عن مستقبل إفريقيا أيضا كنوز مخبوءة من الموارد الطبيعية. تمتلك إفريقيا ثروة معدنية ونفطية وزراعية ومائية هائلة، فالقارة لديها 30% من معادن العالم، وحوالي 124 مليار برميل من احتياطي النفط، وهو ما يقدر بحوالي 12% من إجمالي احتياطي النفط العالمي، وهذا بالإضافة إلى 100 مليار برميل على شواطئ القارة الإفريقية في انتظار أن يجرى اكتشافها. ويوجد النفط بكميات مرتفعة في كل من نيجيريا، السودان، الجزائر، ليبيا، مصر، أنغولا. أما احتياطي الغاز فيوجد بنسب كبيرة في الجزائر ومصر، وبنسب أقل في نيجيريا وليبيا. كما تحتوي القارة الإفريقية على موارد طبيعية وأولية أخرى ضخمة، إذ تنتج القارة الإفريقية ما يقدر بحوالي 80% من البلاتين المنتج في العالم، و40% من إنتاج الألماس العالمي، 27% من إنتاج الكوبالت العالمي، 9% من إنتاج الحديد العالمي، ويتراوح احتياطها من الحديد والمنغنيز والفوسفات واليورانيوم من 15 حتى 30% من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المعادن، إضافة إلى 25% من إنتاج الذهب العالمي المتوفر في كل من مالي، غانا، أريتريا، إثيوبيا، رواندا، زامبيا، ناميبيا، جنوب إفريقيا، إلى جانب وجود معادن أخرى تشكل ثروة ومصدرا مهما للطاقة على غرار اليورانيوم. هذا فضلا عن أن القارة الإفريقية تتمتع بنوعيات مختلفة من التربة الغنية، وكذلك بمواسم زراعية متنوعة، وتشكل الأراضي الزراعية ذات الإمكانيات الإنتاجية المرتفعة نسبة 8% من مساحة القارة الإفريقية، حيث تبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع، منها 700,000 كيلومتر مربع تمثل أراضي ذات إمكانيات ممتازة، تتركز في الهضبة الإثيوبية ودلتا نهر النيل، إضافة إلى 1.6 مليون كيلومتر مربع ذات إمكانيات جيدة. بسبب هذه العوامل أصبح كثير من القادة الأفارقة متفائلين بمستقبل الاستثمار في بلادهم. يشجعهم على ذلك أنه على مدار العقود الماضية انخفضت حصة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في إفريقيا، وباتت توقعات الحد من الفقر إيجابية في كثير من البلدان. فمثلا يتوقع أن تقضي إثيوبيا على الفقر المدقع بحلول سنة 2050 تقريبا، ومن المتوقع أن ينحصر الفقر المدقع في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يوجد فيهما 40% من فقراء إفريقيا المدقعين بحلول سنة 2040، على أن التحدي الكبير سيكون الحد من الفقر في جميع البلدان. بطبيعة الحال توجد الكثير من التحديات أمام هذه التوقعات المتفائلة بخصوص مستقبل إفريقيا، فالواقع ملبد بكثير من الغيوم التي تثير كثيرا من الشكوك أمام تحقيق النهضة والتنمية في البلدان الإفريقية. ومن أهم هذه التحديات الفجوة التكنولوجية. لم تعد التكنولوجيا نوعا من الرفاهية في حياة الأفارقة كما كانت قبل سنوات، بل تحولت إلى ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها، بينما الوضع الراهن في إفريقيا لا يساعد على دخولها عصر الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التكنولوجيا والتقدم الرقمي. فهناك نحو نصف البلدان الإفريقية لا تمتلك مهارات الكمبيوتر في مناهجها المدرسية، مقارنة ب 85% من دول العالم. ويتطلب النمو الاقتصادي أن تخطو إفريقيا خطوات كبيرة في مجال محو الأمية الرقمية، وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال تتطلب خطط التنمية 230 مليون وظيفة مهارات رقمية بحلول عام 2030، وفقا لتقرير المهارات الرقمية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فيما تضم القارة 21 بلدا من بين البلدان 25 الأقل ربطا بالاقتصاد الرقمي في العالم.
بينما لا يتجاوز عدد الذين يتوفر لديهم الإنترنت 22% من إجمالي السكان. منذ بداية سنة 2015 شهدت إفريقيا أكثر من 27 حالة تغيير على مستوى قيادة الدول، ما يشير إلى تحول القارة نحو مزيد من الديمقراطية. وهناك دول مثل موريشيوس، بوتسوانا، ناميبيا، غانا تحتل مرتبة عالية نسبيا كدول مستقرة سياسيا، فيما قامت 34 دولة تضم 72% من سكان إفريقيا بتحسين أدائها في الحكم على مدار السنوات العشر الماضية. كما شوهدت تحسينات كبيرة في المشاركة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. يبدو أن العديد من التحديات ما تزال قائمة، فباقي الدول 20 دولة ما تزال تعاني من الاستبداد والفساد الحكومي وتراجع مستويات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل ما هو الحال في زيمبابوي والكونغو الديمقراطية ومصر والسودان والجزائر وليبيا، التي تنتشر فيها مساوئ الحكم العسكري وتعاني من ويلات التمرد والعصيان المدني والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية التي كانت لفترة طويلة من سمات القارة الإفريقية، حيث كانت تجري إطاحة الأنظمة عبر الجيوش وباستغلال الضعف الاقتصادي كسبب لتنحية النخب التي لا تخدم المصالح العسكرية. ولذلك خصص الاتحاد الإفريقي سنة 2018 من أجل كسب المعركة ضد الفساد، مع ملاحظة أنه مع ارتفاع مستوى التعليم بين المواطنين باتت الشعوب الإفريقية أكثر نضجا ومطالبة بمحاسبة المسؤولين أو تغييرهم في حالة تورطهم في تهم فساد أو استبداد. من أجل تحقيق نهضة حقيقية، من الضروري ألا يكتفي قادة الدول بالبيانات النظرية فقط، وأن يعملوا على معالجة التحديات على أرض الواقع، ومن أبرزها القصور في البنى التحتية لدول القارة التي خرجت منهكة ومنهوبة من حقبة الاستعمار الذي سلبها القدرة التنافسية الإقليمية والعالمية، غير أن هناك تقدما ملموسا في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. وبنظرة موضوعية، عبر مؤشر تنمية البنية التحتية الصادر عن البنك الإفريقي سنة 2016، نجد أن الدول الإفريقية جميعها أحرزت تقدما في الجوانب الأساسية التي يغطيها المؤشر: النقل، الكهرباء، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، المياه والصرف الصحي، حيث ارتفعت المخصصات المالية لتلك القطاعات على مستوى القارة ككل بنسب تتراوح بين 5 و8%، ووصلت في قطاع المياه إلى 11%. التنافس بين القوى الاقتصادية العظمى على الاستثمار في إفريقيا يعد في حد ذاته مؤشرا قويا ودليلا على المستقبل الاقتصادي الواعد للقارة السمراء، إذ تتصاعد رغبة الدول الاقتصادية الكبرى يوما بعد آخر على عقد شراكات مع الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تتمتع بمعدل نمو اقتصادي مرتفع. في الوقت الحالي تعد الصين الشريك الاقتصادي الأول مع الدول الإفريقية بإجمالي حجم تبادل يقارب 200 مليار دولار، وينافسها على ذلك أمريكا التي لا تقتصر جهودها على الشراكة الاقتصادية فقط، وإنما تسعى لممارسة دور أوسع سياسيا وعسكريا وثقافيا. هناك أيضا ألمانيا التي توجهت ببرامجها الاقتصادية نحو إفريقيا، ووضعت خطة مارشال الإنمائية في 2017 لدفع التنمية الاقتصادية بالقارة في إطار تعزيز التعاون بين ألمانيا وإفريقيا، وألحقتها باستراتيجية الشراكة مع إفريقيا في قمة 20 2017، والتي ضمت 12 دولة إفريقية. وفي الآونة الأخيرة دخلت روسيا إلى حلبة الصراع على الكعكة الإفريقية، وزاد نمو التبادل التجاري بين موسكو والعواصم الإفريقية سنة 2017 بنسبة قاربت 2%، وبلغت قيمته 20 مليار دولار. ودعمت روسيا جهودها للتوغل في إفريقيا من خلال قمة روسيا إفريقيا في أكتوبر 2019. ثم دخلت بريطانيا في ركب الدول المتنافسة على السوق الإفريقية، وهي إن وصلت متأخرة إلى هذه الساحة التنافسية، فإنها استغلت الروابط التاريخية التي تربطها ببعض الدول الإفريقية، وبلغت الاستثمارات البريطانية المباشرة في إفريقيا 17 مليار دولار، وارتفع حجم التجارة مع القارة بنسبة قاربت 14% سنة 2018 بقيمة 36 مليار جنيه استرليني،
في حين زاد الاستثمار الذي يهيمن على قطاع الطاقة بنسبة قاربت 8% ليصل إلى 39 مليار جنيه استرليني. توجد 10 دول عربية في إفريقيا، وتحتل 5 دول منها الساحل الشمالي للقارة بأكمله، وهي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب، إضافة إلى موريتانيا، السودان، جزر القمر، جيبوتي، والصومال. تمتلك الدول العربية الإفريقية امتدادات تاريخية عميقة في القارة، ورغم التنافس المحموم بين القوى العالمية على ثروات إفريقيا، فإن البعد العربي بات غائبا عن المنافسة في الاستثمار في عمق القارة، التي تعد حديقة خلفية واسعة للدول العربية الإفريقية. وفي حين شهدت البلدان الإفريقية عموما زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة، حضرت 4 دول عربية في تصنيف الدول الأكثر نموا في القارة للعام الماضي، وجاء ترتيب الدول على هذا النحو: نيجيريا، جنوب إفريقيا، مصر، الجزائر، أنغولا، المغرب، إثيوبيا، رواندا، غانا، وكوت ديفوار.